ضيفي الكريم الأستاذ علي عاطف الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات المختلفة، تتواصل معي وتعقيبك على هذا المؤتمر الصحفي لأمين عام الأمم المتحدة. يعني في رأيي أن هو تحرك إيجابي أكثر من جانب المنظمات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة تجاه حل القضية الفلسطينية. خلال الأيام الماضية رأينا أن الدول الأوروبية والمنظمات الدولية قد يعني لم تتخذ الإجراء اللازم تجاه ما يحدث في فلسطين. فأعتقد أن يعني مجيء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وانعقاد هذا المؤتمر، أعتقد أنه يعني يبشر بدور أكبر للمنظمات الدولية وعلى رأس الأمم المتحدة فيما يخص أولا حل المشكلة الإنسانية في قطاع غزة، وثانيا يعني حلحلة القضية الفلسطينية ويعني محاولة دفعها للأمام باتجاه إنهاء الأزمة الحالية ويعني حل الدولة وإقامة دولة فلسطينية يعني في إطار خارطة طريق حل الدولتين. نعم، إذن هي أولويات سترتب في الساعات واللحظات القادمة، سواء على المستوى الإنساني وهو الأولوية الكبرى، وأيضا المسارات السياسية التي يجب أن تسير بها القضية الفلسطينية. بالطبع، وأعتقد أن قيمة السلام غدا أعتقد أنها ستكون حاسمة في هذا الأمر. أشكرك جزيل الشكر. التطورات متلاحقة على الأرض بالطبع وعلى كافة المستويات. الأستاذ علي عاطف الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، جزيل الشكر على هذه الوقفة التحليلية.